اهتمام على قضايا الشباب واهتماماتهم، كونهم يشكلون القاعدة الأساسية لنجاح وعطاء المجتمع. أقيم في جامعة الموصل مهرجان يوم الشباب العالمي وبرعاية الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة وبحضور نخبة كبيرة من شباب محافظة نينوى. بالنسبة لوضع الشباب في مدينة الموصل ومحافظة نينوى، صراحة يحتاجون إلى دعم، سواء كان هذا الدعم دعم اقتصادي، دعم معنوي، دعم شبابي، يحتاجون هذا الشيء من وزارة تخص بوزارة الشباب والرياضة. بما أنه لديهم وزارة معنية بوزارة الشباب والرياضة، لدينا شباب لديهم الكثير من الإبداع، لدينا شباب لديهم كثير من المهارات، يحتاجون احتواء، يحتاجون تبني، يحتاجون تسليط ضوء واهتمام. إذا تم هذا الموضوع اتجاههم سوف نرى الشباب بما هم معطاء الآن، ولكن يكون هذا المعطاء أضعاف. أعلن عن عدة مشاريع، أعلن عن وجود 100 شاب مدربين إن شاء الله في جميع أنحاء العراق. إن شاء الله راح نكون ساعين للتماسك المجتمعي ونحول هذه المشاريع والطاقة الشبابية إلى طاقة خلاقة إن شاء الله لخدمة المحافظة وأهلها. تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أهم الرسائل التي دعا إليها المهرجان، واستغلال الإمكانيات الشبابية وتوفير فرص العمل لهم وتحويلها إلى قصص النجاح. حقيقة احتفالية فرح بها الكثيرون من أبناء محافظة نينوى وخصوصا قطاع الشباب، لأنها اليوم شعروا أن هناك من يستذكر ومن يقدر الطاقات والمواهب الشبابية والرياضية في هذه المحافظة. اليوم مدينة الحدباء تحتضن ضيوفها من معالي الوزير والمدراء العامين وكل من حضر معنا هذا اليوم في قاعة جامعة الموصل. نطلب من معالي الوزير الاهتمام بشريحة الشباب بالطاقات الفنية والشبابية الموجودة في المجتمع العراقي وليست بنينوى فقط. تسعى وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع المنظمات الدولية إلى حل جميع المشاكل التي يعاني منها الشباب في نينوى وعموم العراق، وفتح الآفاق أمامهم وشراكهم في إعادة إعمار مدينة الموصل وباقي المحافظات التي دمرتها العصابات الإرهابية داعش، كونهم ثروة وطنية أساسية وجزء رئيسي في إرساء دعائم السلام. لبرنامج صباح الخير يا عراق، عماد الأمين، الموصل.